عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. وطبعا بذكر كل أصدقائنا احنا موعدنا يوميا من الساعة 1 للساعة 2، وطبعا بتتابعونا على السوشيال ميديا من خلال صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، ومن خلالها بنعرض كل وصفاتنا. كمان من خلال الصفحة الشخصية بجاوب على كل أسئلة حضراتكم، أسئلة بتيجي بيكون بحد أقصى في نفس اليوم أو تاني يوم على الأكثر، علشان اللي طالب مننا أي حاجة نقدر نكون دايما بنرد بسرعة، لأنه في ناس تبقى فعلا من أصدقائنا غاليين علينا وحابين إن هم يعملوا وصفات ووقفين على الوصفة دلوقتي حالا. أشكركم طبعا جدا الثقة الغالية، شكرا على كلماتكم الراقية وعلى محبتكم وعلى يعني الأدعية الجميلة اللي بتوصلني، شكرا جزيلا، وربنا يديم المحبة يا رب بينا وربنا يخلي حضراتكم ليا، وشكرا جزيلا على الدعم ده. النهاردة هنعمل وصفات لطيفة جدا. طلب مننا الكبدة تتعمل بشكل جميل وسريع، وتتعمل ورقة كبدة كده زي ورقة اللحمة، بس طبعا الكبدة انتوا هتعرفكم عارفينها ما بتاخدش تسوية كتير. تعالوا كده نقول احنا نعمل معها ايه ونقدر نعملها بطريقة لطيفة كده، ونشوف المقادير بتاعتنا. لو هستخدم الكبدة، الكبدة الكندوز او الكبدة الشرايح، طبعا التقطيع ترجع لحضراتكم، بس اعتقد الشريحة دي بتبقى لطيفة. يعني هنعمل شرايح الكبدة، وعندي كمان طبعا لازم مع الكبدة يبقى فيه معالق من الثوم المفروم، 3 معالق كبار كده، و3 فلفلات من الفلفل الالوان متقطع جوليان على حسب اللي موجود عند حضراتكم، ينفع بس الفلفل الاخضر، 2 فلفل حار مفرومين، بصلتين متقطعين جوليان، نص كوباية من العصير الليمون، معلقتين كبار من الخل، وينفع كمان معها الخل البلسامك. أنا عايزة أقول إن استخدامات كمان الخل البلسامك بتبقى رائعة، وخصوصا في الحاجات اللي يعني فيها نسبة زفارة عالية، بتستخدم في الكبدة، بتستخدم في كبد الفراخ، بيستخدم مع أنواع كتيرة من التتبيلات. عندي كمان ربع كوباية من دبس الرمان تدي طعم وتست حلو قوي، وعندي معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، نص معلقة صغيرة أو كبيرة من الكمون على حسب ما حضراتكم عاوزين، أو على حسب كمية الكبدة لو هي كيلو زي ما أنا عاملة، نص معلقة صغيرة من البهارات، عضين من القرفة، وينفع مكانها رشة قرفة لو في باودر، رشة حبهان ملح وفلفل، نص معلقة صغيرة من السكر. طيب تعالوا بقى نبدأ كده ايه، نقول بسم الله. انا هاخد كده الحاجة دي بزيت الزيتون، تشويحة كده لطيفة هنا، خليني اسخن بس البان ونبدأ نشتغل مع بعض. هاخد كده الخضار الاول والكبدة الاول مع بعض، ونبدأ نديها تشويح. لو عندنا جريل او شواية ممكن قوي، هتبقى لطيفة جدا الحقيقة، بتدي طعم حلو، هي ما بتاخدش وقت، بس انا قلت ادخلها مع حضراتكم دلوقتي الفرن. بتدي ريحه حلوه قوي، ونكهاتها كمان حلوه جدا. طيب نبدا كده اول حاجه، تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. الكبده طول ما هي طازه ولسه جايه حالا وتمام، ما بتتغسلش الكبده، ما بتتغسلش، بسم الله. فخلينا متفقين على المبدا، هنبدا نقلب كده الكبده. في بعض الناس بتحب تنزلها في ميه ومعلقتين خل، تنزل كده تاخدها بلانشي وتنزل بسرعة وتطلعها، علشان نوع من أنواع يعني إنها بتطمن إنها تكون، طالما أنا واثقة من الجزار وأنا سي الذبيحة دي موثوق فيها، ودي لحمة بلدي يعني، وجايبين الكبدة من مكان مضمون، يبقى إحنا مفيش داعي للخوف. لكن إذا إحنا خايفين أو إحنا مش ضامنين المصدر، دي موضوع تاني خالص، إن الموضوع ده خلي بالكم بيبقى شائك جداً. خلينا بقى نقلب كده تقليبه، نحط الثوم ونشوح كده تشويحه حلوه، وهحط طبعا رشه من الملح والفلفل، بسم الله كده رشه ملح ورشه فلفل، رشه من الفلفل، خلينا بس ممكن بقى دلوقتي. هي طبعا اضافة الفلفل الحار للوصفة الحقيقة من الحاجات الجميلة جدا. هنبدأ بقى نحط الكبدة، بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا اتفقنا كبدة طالما طازة مش بنغسلها،
طالما ضامنين المكان اللي جايبينها منه، طالما الكبدة سليمة يبقى خلاص. هنقلب تقليبة كده، وخليني بقى هنا تشويحة كده حلوة. هبدأ بقى أحط الفلفل الحار معاها. فلفل الألوان، ونبدأ بقى عصير الليمون. وهنبدأ بالتوابل، نحط بقى عود القرفة وبقية التوابل الحلوة اللي احنا ذكرناها، ونقلب كده تقليبة حلوة. نحط بقى كده وهناخد معلقة دبس الرمان تمام، طبعا معلقة السكر. بصوا بقى الجمال، تعالوا بقى نحط الكبدة بتاعتنا دي، شوحت تشويحة كده نص نص تشويحة، هي بتاخدش سوا. اللي عايز يضيف معاها مثلا طماطمتين او طماطماية صغيرة، مكعبات صغيرة قوي ممكن حسب الرغبة، لكن هي بصراحة توابلها كده رائعة جدا. اخر رشة بقى رشة الفلفل الاسود على الكبدة نفسها، وتعالوا بقى ناخد كده الفايل زي ورقة اللحم مظبوط. وبعدين ورق طبعا، مين اللي قال لكم الكلام الكبير ده؟ كده نكرمش الورقة، أهم حاجة كرمشت الورقة، مين اللي قال لكم الكلام الكبير ده؟ هما بيشكسوني جوه. طيب ناخد بقى الحاجات الحلوة دي ونروح كده على طول على ورق الزبدة. يا عمون هتاخد في الفرن تلت ساعة بالكتير 25 دقيقة، تطلع الرايح الحلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو بصوا الجمال، الله الله الله، أهي. انا بقى هعمل كالاتي، بصوا بقى خلوا بالكم انا مش هقمرها كلياتا. ليه؟ انا مش عايزه اعمل كبده مسلوقه، انا عايزه اسيب مكان للبخار يطلع علشان تبقى واخده كده لون حلو وما تتهريش وتبقاش تعمل صوص ميه. انا عايزاها كبده فيها تيست حراره الفرن او شوي الفرن. بسم الله هنحطها بقى هنا، هنسيبها كوينة حوالي 25 دقيقة مثلا، تاخدش وقت طويل، روايح الجميلة تطلع وبعدين نبدأ نطلعها. هي أساسا بتاخد يدوب تشم النار زي ما بيقولوا وتستوي على طول. عايزين تكتفوا بتشويحها كده على الجريل أو على الشواية مفيش مشكلة. دلوقتي بقى احنا بجهز للوصفة تانية. الوصفة التانية اللي أنا بعملها وصفة لطيفة برضو والموسم بتاعها، وهنتكلم عنها لكن بعد الفاصل، مستنية حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. احنا حطينا دلوقتي الكبده في الفرن وسبناها بقى تاخد التسويه بتاعتها كده، ريحتها حلوه قوي بتبقى. ودلوقتي هنعمل وصفه لطيفه، الوصفه دي وصفه الورق عنب. اكيد في ناس كتير جدا جدا بيحبوا الورق العنب، وليه كذا وصفه من طريقتنا القديمه. ناس تحب تعمله باللحمه المفرومه، ناس تحب تعمله بالليمون اللبناني او اليالانجي زي ما بيسموه.
ليه كذا مسمى، خلينا كده النهارده نعمله، ولكن في اضافه جميله نقدر نستفيد منها قوي بالنسبه لورق العنب. بما اننا استخدمنا دبس الرمان نقدر نستخدمه كمان مع ورق العنب. تعالوا كده نشوف احنا هنبدا نعمل ايه في ورق العنب، بس الاول نقول مقاديرنا. عندي لطاجن ورق العنب اللي انا عايزه اعمله بالليمون، عندي طبعا ربع كيلو او نص كيلو على حسب حجم الحله اللي حضراتكم هتحشوا فيها او الكميه اللي انتم عاوزينها. عندي النص كيلو عليه 2 كوب رز مصري، بصلتين مبشورين، سمرتين طماطم متقطعين مكعبات صغيره جدا. انا بستخدم البقدونس بس، فعندي 3 حزمه بقدونس، وعندي سمره فلفل احمر رومي مفرومه، وعندي نص حزمه من النعناع الاخضر مفروم ناعم جدا، وعندي معلقه كبيره من الصلصه، ومعلقتين من البن الساده. البن ده عشان بس ابقى مش بن محوج، هو بن تركي او بن عربي. البن العربي عاده بيبقى متضاف له نسبه قرنفل فقط لا غير. خلينا نقول معلقتين من البن الساده، نص كوبايه من دبس الرمان، نص معلقه صغيره من الكركم ودي اختياري، نص معلقه صغيره من الزنجبيل برضو اختياري، لكن نص معلقه القرفه دي مهمه جدا، ومعلقه كبيره من النعناع الجاف، ملح وفلفل، ونص كوبايه من زيت الزيتون، بياخد نسبه زيت الزيتون كويسه. للتسويه عندي نص كوبايه من عصير الليمون وربع كوبايه زيت زيتون ومرق. طيب احنا هناكل طاجن جميل وهو سخن وهو بارد، بس تعالوا بقى نتكلم عن لو عايزين نسلق الورق العنب. اولا ورق العنب طبعا وهو فريش، انا ورق العنب بنحط كده نسبه ميه، حطيت فيه شرايح ليمون زي ما حضراتكم شايفين، جبت الورق العنب ونقيت منه الحاجات الجميله، كنت تكون مش مربوطه قوي بس خلينا ايه نعرف نتعامل مع هذه الوضعيه كده. هنا بسم الله، وهننزلهم. عصير الليمون ده مهم جدا كده، وهنبدا ننزل كده بيه من القوش ده. بسم الله كده، هنا كده شايفين، وبعدين طبعا ريحه الليمون رائعه، بيحافظ الليمون بيحافظ على لونه وعلى طعمه. اللي عاوز يخزن ورق العنب احنا عملنا قبل كده طريقه التخزين، اعملوا سيرش وهتلاقوا الوصفه موجوده على الصفحه بتاعتنا. ده هنبدا كده، شايفين بنطلع الايه الورق العنب اهو كده، ولكن هنا كده هنبدا بقى نرتب الورق. طبعا احنا بحاول ان انا يعني ما اخليش الورق ايه يبقى يفضل مترتب عشان ما اقعدش اخد وقت طويل في ان انا اظبطه. يعني بصوا لونه جميل ازاي الورق العنب، عاده بسيبه بعد ما بيهدى. خلينا بقى ايه نطفي هنا. بسم الله بسم الله، وهنبدا ناخد خطواته واحده واحده. طيب خلينا بقى هنا بنشيل طبعا العنقود اللي هنا كده هنا، والورقه لما بنحشيها بتبقى في وش خشن وفي الظهر اللي هو الناعم. انا بحشيها على الخشن عشان لما الفها يبقى الناعم هو اللي لبره. ده اللي لسه اول مره يعني يعمل الورق العنب، وطبعا انتوا لما بتبقوا عاملينه فريش بصراحه طعمه بيبقى يجنن عن اللي احنا بنشتريه جاهز. طب هفترض ان حضراتكم جبتوه جاهز، نظرا لضيق الوقت، نظرا لاي حاجه استدعت الامور، انا بحب قوي الجاهز اعمل فيه نفس الطريقه. ميه سخنه، شرايح الليمون، وبشيله من البرطمان اللي فيه الماده الحافظه بتاعته، وبنزله في الميه والليمون دي على اني بتخلص من كل الماده الحافظه اللي فيه، وبطلعه وابدا اشتغل فيه. فدي من ضمن الحاجات برضو اللي انا بستخدمها لو اتزنقنا في فكره ان احنا نعمل ورق العنب. انا دلوقتي بصوا اهو بشيل بس العنقود كده، ونبدا ايه اهو
كميه من الورق اهم في جنب. تعالوا بقى العروق دي بنعمل بيها ايه بقى؟ بناخدها بنحطها في قاع الحله كده شويه، بس طبعا انا ما بقدرش لازم احط، ممكن تحطوا شرايح من الجزر، تحطوا شرايح من البصل، شريحه من الطماطم، ما تنسوش فصوص الثوم بين الفواصل بتاعه الورق العنب، بتبقى حلوه جدا ومهمه جدا. تعالوا بقى نبدا نقول بسم الله وناخد كده البوله بتاعتنا ونبدا نعمل ايه الصوص او يعني الخليط بتاعنا اللي هو الخلطه. طيب تعالوا بقى، عندنا هنا البصل وعندنا هنا الملح وادي الفلفل، وهاخد كمان زيت الزيتون جنبي ده. بصوا كده، بصوا كده ما شاء الله، شويه من الملح على البصل وشويه فلفل. بصوا كده، بصوا كده كده، بصوا. وهنبدا بقى نحط هنا معانا ايه باقي المقادير، الا وهي بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد الفلفل الاحمر، عايز اقول لكم بيدي طعم جميل جدا 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 الحقيقه. انا يعني كلته في مكان وسالت في المكان ده مطعم كبير، قالوا لي والله احنا شاف حد جميل تفضل مشكورا، قال انا بستخدم معاه 1 2 3 4. طبعا بنحط الحاجات، النعناع الجاف، نسبه من الجنزبيل مش كتيره عشان ما يمررش، البن زي ما قلت لحضراتكم وده بيعملوه بيه كتير في تركيا بس بيدي نكهه جميله جدا. و بس بقيت دول تاتش البن ده مهم، ما يبقاش بن بس محوج، اهم حاجه طبعا نسبه بقدونس، انا عشان هنا عامله على كميه صغيره، عندي هنا معلقه البن اللي بالقرنفل اللي هو البن العربي او التركي، التركي بالقرنفل، العربي بيتزود له شويه هيل وشويه حاجات تانية على حسب كل حد وحابب ياكله او اسفه يشربه ازاي. طيب هنقلب كده، حطينا الطماطم والفلفل وعندي هنا شويه الرز كده، هنقلب كده زي ما حضراتكم شايفين، حطينا دبس الرمان كده. وتعالوا بقى، انا عشان النعناع ما يسودش فانا يعني اخر حاجه بقى بحطه هو النعناع الفريش، خليني اخد السكين. في ناس كتير بتحب تثبت الخلطه دي، تسبكها اسفه، علشان يعني تحصل عليها مسبكه، مفيش مشكله، لكن صدقوني هي ناي في ناي جميله جدا جدا ومش هتحتاج انها تتثبت بجد. انا بحاول بس اخد النعناع فرم ناعم كده كده، نعناع فريش بيدي طعم وريحه، وعلى فكره انا بحب احط كمان ورقتين نعناع تحت في قاع الحله واحنا مع الخضره كده مع البقدونس. ده النعناع، تعالوا بقى ناخد كده كده، ادي النعناع الاخضر، هنقلب تقليبه، هناخد شويه زيت الزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقلب تقليبه حلوه وهنبدا نحشي. هوريكم شكل الحشوه، ونبدا نجيب الحله بتاعتنا، قلبه ده هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا حاشين هنا وزي ما قلنا في القاع تعملوا اللي انتوا عاوزينه، الورقه لو كبيره طبعا هو هنا بصوا صغنونه فالورقه صغيره، خليني اخد كده طبق اوريكم فيه افضل بشكل اجمل، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هناخد الورقه كده على الوش اللي هو الخشن، وهاخد كميه
من الحشوة اهو كده، وهناخد ناحية اليمين والناحية الشمال، وبعدين هاخد هنا كده اهو اهو اهو. حد بيقول حاجة سامعاه من بعيد؟ اهو كده شكل الصباع المحشي. طبعا الحجم اللي يريحكم، وطبعا الصغنن ده بيبقى جميل قوي الحقيقه، لكن تقدروا تعملوه احجام زي ما تحبوا يعني على حسب الموجود عندك. اول حاجه الشباب جميعا يعني بيحبوا ورق العنب كلهم تقريبا بلا استثناء، فالناس هنا بتشكر جدا. بصوا اهو وبلف، فبيبقى كده، وادي واحدة كمان نعمل كده واحدة. بصوا ناخد شوية كده في النص في النص، وادي باخد واحدة يمين واحدة شمال كده، وباخد دي هنا. وتقدروا تاخدوها هي الأول على فكرة، هوريك واحدة تانية برضو تقدروا تعملوا كده. في ناس بتسألني بقى تقول لي ايه ورقة العنب بتفك مني، طب ما احنا لازم نشد عليها كده بس من غير ما نقطعها يعني، واحنا ايه واحنا بنلف اهو، فبتبقى مشدودة كده ما تبقاش فكة. هقولك بقى السبب التاني كمان اللي نقدر نعمل بيه الورق العنب أثناء التسوية ما يفكش منك زيادة. خلينا ناخد كده شوية، طبعا دول يعملوا شوية حلوين يعني اهو كده. ناخد الجنب اليمين ناحية يمين وناحية شمال، ونبدأ نحشي اهو. بندخل بقى احنا يمين، لما بلاقي الورقة كده عريضة من السنة بلم يا دوب الورقة من الناحيتين اهو اهو اهو. بصوا بقى اللي ما يعرفش يلف في الطبق يلف على ايده، انا هوريكم دلوقتي. انا هلفه على ايدي واحده سريعه، انا حاسه ان انا على ايدي بعمله اسرع يعني. بصوا هو الطبق ده تعليمي اهو. بصوا اهو كده وكده، بعمل كده واجيب كده كده واملكها. بصوا وانا ماشيه بلف، بصوا اهي حزمناها جامد بقت تمام ومظبوطه. هبدا بقى اعمل كالاتي. انا هنا عملنا شويه ورق عنب، هاجي بقى اجيب الصوص او اللي انا هسقي بيه الورق العنب. خلينا بقى نشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. تعالوا كده ايه ناخد مثلا هنا بقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، عندي نسبه عصير ليمون بسم الله، وعندي شوية مرق. خلينا ناخد بقى شوية زيت زيتون بسم الله، وتعالوا نسقي الورق العنب. طيب قد ايه هنسقي؟ يعني ايه النسبة اللي انا هقول ان انا كده تمام انه يبقى في مستواه، مستوى الورق العنب ما يزيدش عن كده، وبعدين هعمل حاجة تانية اضمن ان الورق برضو ما يتفكش مني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عايز بقى، انا حطيت مرق، هو فيه ملح بس ممكن احط رشه بسيطه من الملح ورشه فلفل، حاجه بسيطه قوي. خلاص وهبدا اقول كده بسم الله، نسقي بسم الله الورق العنب اهو بس كده. خلاص هي دي النسبه. هعمل ايه بقى في الوقت ده؟ هجيب طبق يكون أصغر حجما من الورق العنب، وهعمل كده نكبس بيه ورق العنب عشان ما وهو بيغلي ما يفكش الورق بتاعه. تمام هحطه بقى، هجيب كده الورق العنب بسم الله. أول حاجة والنار عالية شوية عادية، وبعدين عندي طبعا الغطا، الغطا أهو موجود. هبدأ إيه أول ما يغلي هروح بالظبط اهدي النار كاني بعمل رز عادي جدا. هقفل بقى كده، واول ما يبدا يغلي نهدي النار زي ما اتفقنا. هبدا بقى دلوقتي خلينا نوريه لحضراتكم. بسم الله الطعم بيبقى مختلف شويه، ان شاء الله يعجبكم. وتعالوا كده نبص مع بعض على الكبده، الريحه تجنن اعتقد.
الكبدة كده. الله، حلوة قوي. بسم الله بسم الله. بصوا بصوا الكبدة، الله، لو تشموا الريحة وتذوقوا الطعم. تعالوا بقى نجرب كده، ايه، نغرف بقى الطبق الجميل بتاع الكبدة ده اهو. بصوا الجمال، بصوا الجمال، الله 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 الله. تعالوا بقى نحط هنا، بسم الله، نشيل ده ونبدأ بقى ايه، نرص الكبدة. تعال تعال يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، نرص الكبدة. صوص يجنن وريحة تجنن. الله 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 الله، بسم الله. بصوا الجمال، واو، ما شاء الله ما شاء الله، ما بتاخدش وقت خالص زي ما قلت لحضراتكم. شوية كبدة بس رائعة ما شاء الله، الريحة والطعم يجنن. بصوا بقى، هناخد بقى شوية من الخضار ده، الخضار بالصوص بتاعه اللي يجنن ده. خلينا كده. بصوا عود القرفة، حطه هنا. بصوا بقى الصوص بتاعها، الله 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 الله، صوص الكبده ده يتغمس بقى بيبقى يجنن. الله اهو، بصوا الجمال، الريحه تجنن والطعم اكيد هيبقى اجمل. وطبعا يا رب الوصفه يعني بسيطه، ما خدتش مننا وقت طويل، لكن خلتنا نتبسط ونعمل حاجه سريعه ونسينا ان احنا نقف على البوتاجاز. يعني حتى لو انا عايزه اقف على البوتاجاز اعمل حاجه، فانا دخلت حاجه الفرن ونسيت امرها لمده ثلث ساعه، الدنيا هتبقى لطيفه جدا. تعالوا بقى نقدم الطبق الحلو ده، ونستسمح بقى حضراتكم ان احنا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا انا حاطه الطبق، طول ما احنا حاطينه هو بيعلى شويه من الجناب، ما بيطلعش بقى فيتفك فتبقوا متضايقين، وبدا يتشرب، وهنبدا نهدي النار عليه. وانا بالفعل هديت النار وسبته بقى ياخد وقته، ريحه حلوه جدا. طيب هنبدا بقى دلوقتي نعمل كيك من الكيكات المحبوبه جدا. طبعا لو جربتوها بالاناناس الطبيعي هتقللوا نسبه السكر في الكراميل، لان الاناناس الطبيعي فيه نسبه سكر عاليه جدا. طيب لو هنستخدمها بالاناناس الكومبوت يبقى احنا تمام، النسبه دي مناسبه جدا ليها. طيب تعالوا نقول كده احنا هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل كيك الاناناس المقلوبه، هي من الكيكس الحلوه المطلوبه، في ناس كتير تحبها وتحب تحط عليها وهي سخنه بولت ايس كريم فانيلا وشويه صوص كراميل. تعالوا كده نقول مقاديرها. عندي للكراميل كوبايه سكر وشرايح اناناس. عندي للكيك نفسه مقاديره عباره عن 4 بيضات، 3/4 كوبايه من الزيت، كوباية من السكر، 3/4 كوباية من الزبادي، نص معلقة صغيرة أيوة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة من الملح، كوباية ونص من الدقيق. ولو عايزين نخلي الكيك ده طري هنديله نص كوباية من عصير الأناناس الخاص بالكومبوت. طيب أول حاجة خالص هعملها هي إن أنا هاخد كده طاسة صغيرة اعمل فيها السكر. بسم الله. الكراميل في نوعين، في الدراي على الجاف ان احنا بس بنحرق السكر كده وبيبقى خلاص ده كافي، وفي طريقه ثانيه بنضيف ليها نسبه ماء. انا عايزاه الدراي لان انا اوريدي هدخله الفرن، فهي مع خليط الكيك هتبدا تكرمل وتبقى لطيفه جدا. خليني بس الاول ايه اسخن الطاسه كويس جدا علشان لما احط السكر ما ياخدش معايا وقت وما يسكرش مني. النار الهاديه هتخليه يسكر، والبان لو مش سخن قوي او فيها نقط ميه هيبوظ. طيب تعالوا بقى كده ايه نبدا ناخد سباتولا، وهنا بس اتاكد انه كله تمام اوكي، ونسخنها كويس.
وعندي نسبة سكر اللي اتفقنا عليها. أنا قلت لحضراتكم إنه بالنسبة للخلي السكر ده هنا، بالنسبة للأناناسة الطبيعي، أناناسية الطبيعية يعني الفريش، طبعا نقوا الأناناسة اللي فيها الفروع بتاعتها كلها خضرة نضرة يعني فريش كده وحلوة، مش اللي عروقها فيها الأوراق بتاعتها فيها أصفر أو بدأت تميل للون البني، لأن ده كمان بتبقى من جوه مش حلوة. فامسكوها تلاقوها ناشفة أو فيها خضار لون الزرعي الحلو يعني الفريش، والفروع بتاعتها كلها خضرة فريش جدا، بتتباع وأسعارها مناسبة. كل الفكرة إن إحنا هنقطعها من تحت ومن فوق ونقشرها كويس ونبدأ نقطعها شرايح ونخرم الجزء اللي في النص. الجزء اللي في النص ده ما ترموهوش، حطوه واعملوا معاه زي الخليط السيرب اللي على النار. ينفع نعمل بيه أي حاجة تانية حلوة للكيكس تتسقي بيه، بيبقى رائع ممتاز، فما تتخلصوش منه. دلوقتي أنا سخنت هنا شوية، خليني كده إيه حط كوباية السكر أهي، وهنبدأ نخلي السكر ده يدوب. خلي بس الماسك جنبي احتياطي، ونخلي جنبي كمان بول كده، ممكن هنا نضيف الخليط خليه جنبي. هنبدأ بقى هنسيب السكر يدوب. أنا ببص كده بالراحة على الورق عنب، تمام. بعد ما بيبدأ يتشرب وتنتهي شوية المية اللي باقيين هنا دول، هيبدأ أقدر أرفع الطبق عادي والدنيا تبقى لطيفة جدا. هو كده خلاص داخل في التسوية يعني. طيب دي أول مرحلة من مراحل الكرمل. طيب الصينية ممكن نستخدم صينية 26، ممكن نستخدم صينية أصغر بس الكيك هتبقى أعلى. أنا هوري حضراتكم اللي أنا عاملة فيها في نفس مقاس صينيتي اللي إحنا قلنا عليها، لكن اللي يعجب حضراتكم لو أنتوا حابين تعملوه في حاجة أصغر فالكيك تبقى أعلى زي ما أنتوا تحبوا. بس هي ليها يعني إيه زي ما بيقولوا ارتفاع معين، ثكنس معين، نحاول ان احنا نخلي بالنا منه. هبدا بس ايه نسيب الكراميل كده في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. في شويه مكونات سهله وبسيطه نضربهم عشان يتضربوا كويس قوي ويبقوا تمام. انا هنا بس هسيب السكر يعني براحته، وهاخد معايا اللي هي الاول. خليني اخد كده ايه، خلينا ماتك، هاخد البيضات الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 بيضة كبار، ولو البيض مش كبير ممكن نحط 5 بيضات. الفانيليا، سكر، كده خلينا ايه نضرب البيض مع السكر الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هنا اضفت واحنا شغالين مع الخفق، شلت الجزء اللي فوق في الخلاط واضفت الزيت. طيب حطينا الفانيليا، هنبدا دلوقتي نضيف الزبادي. بس بقلب الكراميل كده برضو تاني مع حضراتكم اهو اهو. تعالوا بقى نضرب الزبادي. بسم الله. وخليني اخد شويه بس صغيره من الايه عصير الكمبوت. اللي عايز يضرب كمبوتايه او اتنين مع الخليط هتبقى طعمها يجنن الحقيقه يعني.
تسمعوا بقى. بصوا هضيف هنا بسرعة جدا، عايز اعمل كده. كده كده الحق بسرعة لانه بينشف بسرعة جدا، بس ما يهمنيش بعد كده لانه بالفعل كل ده هيدوب تاني في سخونية الفرن والدنيا تبقى لطيفة جدا. طيب بصوا الخليط بتاع الكيك افتحه بقى ابيض ازاي. بقى جميل ازاي؟ تعالوا بقى اخد انا هنا بسم الله. هاخد بقى الخليط ده، عندي هنا الدقيق وعندي البيكنج باودر وطبعا رشه الملح اساسيه لان فيها نسبه سكر كتير، ورشه الملح دي بتظبط تعمل نسبه تناسب بين الحلو لما بيكون في حاجه حلوه، رشه الملح مهمه جدا. طيب هنقلب بقى تقليبه كده بسم الله. طبعا لو عايزين تبقوا ناخلين الدقيق وتنخلوه مره كمان بيبقى احلى وبيخلي الكيك هش اكتر، جميله جدا. هاخد بقى شرايح الكمبوت هنا وانا الحقيقه هصب شويه الميه الكمبوت اللي اتبقوا هنا مع خليط الكيك. وخلينا بقى ناخد هنا، ايوه الخليط بتاعي هاخد كده بسم الله. هننزل الخليط السائل اللي احنا ضربناه في الخلاط في كل الحاجات، وتعالوا بقى هضيف عليه الدقيق بسم الله شويه شويه ونقلب على خفيف. وزي ما اتفقنا نقدر نحط كمان جوه الاناناسات الصغيرين دول واحده من الكريزه الحمراء، كريز المسكر ممكن قوي كده كده هنا واحده كمان شويه شويه علشان طبعا لما بنحط كام اناناسه كمان جوه. عايز اقول لكم الكيك ده لما بيتعمل بالاناناس الفريش سبحان الله بيبقى طعمه مختلف تماما، بس خلوا بالكم نسبه السكر فيه عاليه فما تحطوش نسبه سكر في الكراميل كتيره لانهم هيتفاعلوا مع بعض، السكر في الاناناس الطبيعي مع السكر ده يعني هتبقى زياده جدا وهتخلي اللون يتغير ويبقى زياده هيتحمر زياده، الكراميل هيبقى واخد شكل ولون اغمق بكتير من اللي احنا متعودين عليه في الكيك العادي. طيب انا بقلب كده اهو، بصوا ده بدا يبقى الخليط بتاعنا. وبعدين هجهز الصينيه اهو، الريحه طبعا تجنن. خليت بس شوية من السيرب بتاع مية الكمبوت ده علشان أقدر أسقي بيه الكيك لو أنا حابة، بيبقى من الحاجات الرائعة. وزي ما قلنا لو هنستخدم الأناناس الفريش ما ترموش الجزء اللي فيه الناشف أو الجزء اللي في النص اللي احنا المفروض بيتخرم في الكمبوت، ما ترموش، هنغليه وهنعمله وهيبقى زي السيرب اللي احنا بنستخدمه لسقي الكيكس أو التورت أو لأي حاجة أنت حابينها. تعالوا بقى ناخد كده الخليط الحلو ده ونروح عند الصينية بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. خليط كده، خليط جميل جدا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بص كده مقاس الصينية دي مناسب لحجم الكيك زي ما حضراتكم شايفين
ريحة جميلة جدا. شو نعمل كده، فقاعات الهواء دي بس تطلع. الفرن عندي شغال على حرارة 180، على الشبكة في النص هحط الكيك، فدي برضو مهمة. الكيك مش هيتحط، يعني مش هشغل شواية عليه من فوق ولا حاجة، هو فرن مروحة فقط. بسم الله اهو، وهيعلى معايا بنسبة حلوة. هياخد في الفرن حوالي 35 ل 45 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. هفترض الكيك ده واحنا مدخلين الفرن، البالون او الفرن عند حضرتك جاف حامي، لو هو كده حطي كاسرول فيها ميه سخنه في قاع الفرن على الصاج تحت، تدي شويه طراوه وبخار يهدي الحراره الجافه القويه في الفرن. طيب لو هو تلون وش الكيك وانتم شايفين ان الكيك لسه ما استواش، هنغطي بورقه فويل او ورقه زبده وش الكيك وهنسيبه ياخد تسويته عشان ما يزيدش عليه اللون من فوق فيبقى شكل الكيك وحش. اسباب نجاح الكيك مهمه جدا. طيب تعالوا كده الاول نوري حضراتكم الشكل بتاعها. بسم الله اهو الاناناسات لطيفه. احنا بقى نقدر لما نحط كريز جوه الاناناسات بتطلع شكلها جواها كانها شبه الورده الحمراء، تقدروا تحتفظوا بيها جدا تبقى شكلها جميل. والكريز مش الكومبوت، الكريز المسكر. طيب طبعا هنجملها كده بتتاكل. بصوا هي الكيك، بصوا طريه ازاي، ملزقه ازاي، طريه وجميله جدا. واديناها شويه بقى من الايه الصوص الحلو بتاع الشربات، تعالوا كده ايه نسقيها شويه صغيرين. تعالوا كده بصوا طراوه الكيك. بصوا تعالوا بقى نديها كده شويه حلوين لو احنا حابين، يعني تجنن. على فكرة انتوا تقدروا لو عندكم اي كيك بايت وتدفوا وتسخنوا الصوص بتاع الكومبوت ده على النار وكأنه زي القطر بالظبط او زي الشربات الخفيف، ونبدأ نسقي بيه الكيك لو هو قديم، وتبقى جميلة جدا. نسيبها شوية بس يكون الشربات سخن وهي تكون ساقعة. الاسباب الحلوة لنجاح الكيكس، سر نجاحه مهم جدا. اول حاجه لازم نلتزم بالمقادير، يعني ما ينفعش مثلا انا حطيت عدد الكوبايات فعملت كوبايه هرميه وكوبايه مش هرميه، شويه دي زياده دول ممكن يخلوا الكيك مش الفلافي قوي. زياده دي بتضر، زياده البيكنج باودر بتضر، بيهبط الكيك. نوعيه البيكنج باودر مهمه جدا عشان يبقى كويس، ولازم نختبره، ولازم تاريخ صلاحيته يكون حديث، يكون مظبوط، وجربوه قبل ما تحطوه على المكونات. لو لقيتوا اللون بتاعه متغير ارموه فورا انه مش هينفع يستخدم. المكونات بقى اساس الكيك عشان يطلع هش وعالي وتطلع بيضه لونها فاتح، لازم ندي المرحله الاولى اللي انا ضربتها زي ما ضربناها دلوقتي مع حضراتكم في الخلاط، هندي المرحله الاولى حقها. ضرب السكر مع الماده الدهنيه او مع البيض مهم جدا. المرحله دي بتاخد وقت طويل قوي، تقدروا تعملوها بالمضرب اليدوي، تقدروا تعملوها في الخلاط لما يفتح يبقى لونه يكاد يكون ابيض، وبعدين ابدا اضيف الزيت او الماده الدهنيه سواء زيت مع زبده زي ما انتم حابين، وبعدين نبدا نضيف الدقيق يتنخل لو بقى له فتره والاكياس بقى لها فتره، ننخله فيخلي الكيك هش وجميل. درجة حرارة المكونات لازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة، دي مهمة جدا، ما ينفعش اجيب البيض ساقع من التلاجة واستخدمه على طول. ده مش حلو. الفرن أول ما حبدأ دلوقتي قررت إن أنا هعمل كيك وطلعت حاجات الكيك، هروح مشغلة الفرن وسايباه لمدة ربع ساعة على الأقل علشان يبدأ يسخن ويديني الحرارة المطلوبة. الصينية لازم تدهن، ولو أنا شك إن الصينية بتاعتي ممكن تلزق يبقى هبطنها بالدقيق بعد ما هعمل مادة دهنية، ويفضل المادة الدهنية في الوقت ده تكون هي الزبدة أو تكون مادة أثقل من الزيت. طيب لو أنا خايفة إن الزبدة تغير شكل الكيك أو لون الكيك أو أحط ورقة زبدة، ودي عادة بتمنع احتراق الكيك بشكل يحافظ على لونها فتطلع لون موحد. الخليط في الصينية ما يزيدش عن نص ارتفاع الصينية زي ما احنا عملنا مع حضراتكم دلوقتي، ما يزيدش عن نص ارتفاع الصينية. أهم حاجة بقى في الخبز،
انا وجهة نظري انه ما يتفتحش قبل 40 دقيقه، في ناس بتقول 30 دقيقه، ده في حاله واحده لو هو في مروحه وانا بفتح الفرن بهدوء جدا، ما دخلش نسبه هواء فجاه اروح فاتحه الفرن بقوه وقافله الفرن بقوه، انا دخلت له خلاص هواء هتهبط الكيك. دي عوامل. الفرن ده لو حامي في اجزاء واجزاء لا، لازم احط الكسرول فيها ميه دي توزع الطراوه جوه الكيك عشان الحتت ما تطلعش عاليه وحتت تحمر قبل اماكن اخرى. حاجات مهمه قوي للي عايز يعمل كيك ناجح، مهمه جدا، حاجات مكونات بسيطه بس ادوها حقها والتزموا بيها، مش هيجرى اي حاجه وهتطلع لطيفه وكيك بسيط وجميل ويجنن وهتتبسطوا بيه جدا. عايزين تحافظوا على كيك طري بعد ما بيبرد على الشبكه، بنقطعه ونحطه ويفضل بينهم فواصل ورق الزبده عشان تفضل محتفظه بيه. اللي عمل كيك كميه كبيره وعايز احتفظ بيه فريش، خدوا قالب او خدوا كميه وغلفوه كويس وحطوه في الفريزر. انا عموما بشيله قالب بقلبه، يعني القالب كامل بغلفه كويس قوي بالكلانفل وفوق ورق زبده وبقفله بالفويل وادخله الفريزر. وقت ما بحس ان الكيك ده خلص وانا وقفت عملت مره واحده كام قالب، بروح جايبه القالب حطاه بره على الرخام لحد ساعه ساعتين يفك ويبقى تمام. طبعا اتمنى يا رب الوصفات النهارده تكون نالت الاعجاب وتكون بسيطه، قلنا شويه حاجات بسيطه كده صغيره لكل اصدقائنا اللي سالوا على اسئله صغننه، اتمنى اكون جاوبت عليها، وان شاء الله لو في اسئله ثانيه بعتوها وانا احاول اجاوب بشكل افضل. النهارده عملنا كيك الاناناس المقلوبه بشكل لطيف، عملناها بالكومبوت، نقدر نعملها بالاناناس العادي، بس قلت لحضراتكم راعوا نسبه السكر علشان نسبه السكر دي بتبقى زايده في الاناناس الطبيعي فعشان ما يتحرقش قوي مننا الكيك. وعملنا الكبدة، ورقة الكبدة بطريقة لطيفة وسهلة ومكوناتها حلوة، ضفنا دبس الرمان، ضفناه كمان الورق عنب، عملناه بس كمان زودنا فيه نسبة الليمون وزيت الزيتون، وحطينا معلقة البن الصغير اللي قلنا البن التركي اللي بيضاف له نسبة قرنفل. دلوقتي بقى أنا طبعا يعني الوقت بيعدي مع حضراتكم بسرعة، أتمنى يا رب دايما يبقى فيه تواصل بينا. بشكر حضراتكم جدا على متابعتكم وعلى كمان تقديركم، وأتمنى دايما أكون عند حسن ظنكم. شكرا لكل إضافة بتجيلي من خلال الصفحة، حد بيطرح الوصفه بتاعته او بيقول النصيحه اللي عنده او بيقول خبرته، ده شيء بيسعدني جدا جدا على فكره. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا حلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.